طريق البارح هذه المترجم تاع نزيد نتاكد من هالشيء على عيني اليوم نتاكد مع الدور سبعة مليح نزيد واه هو حوجي وكان عند 8 يا الله تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وخلفه محمد سعيد معكم كديرة كانت الروح الرياضية هي السائدة خلال هذه المباراة الكروية. لا شفت انا السيد رئيس المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والنشاط الرياضية، السيد رئيس دائرة سيدي العباس، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي العباس، بكم باسم الخاص وباسم قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي العباس بمناسبة احتضان أمن ولاية سيدي العباس في عائلة الدور النهائي للبطولة الجهوية ما بين مصالح الشرطة لكرة القدم صف أكابر للموسم الرياضي 2020-2021. إذن اليوم يحتضن ملعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس فعاليات المقابلة النهائية التي تندرج ضمن إطار البطولة الجهوية ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2021-2022 صنف أكابر. إذن هذه المقابلة النهائية التي هي ستجمع ما بين كل من فريق أمن ولاية تلمسان بفريق أمن ولاية سعيدة بملعب 24 فبراير. كما نذكر أن فريق أمن ولاية سيدي بلعباس كهول كان قد تحصل على لقب البطولة ضمن البطولة الجهوية ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2021-2022 التي احتضنتها مصالح أمن ولاية غليزان خلال الأسبوع الماضي. كما سيحتضن نفس الملعب إذن الملعب 24 فبراير فعالية أيضا المقابلة النهائية التي ستجمع فريق أمن ولاية سيدي بلعباس بفريق المديريات بالمديرية العامة للأمن الوطني دائما أيضا في إطار البطولة الوطنية ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2021-2022. اليوم رانا نحضر نهائي مقابلة في كرة القدم ما بين مصالح الشرطة لولاية ولاية تلمسان ومصالح الشرطة لولاية سعيدة. هذه تدخل في إطار الدورة الكروية ما بين مصالح الشرطة للجهة الغربية، وإحنا نتمنى هذا الشيء. هذا إحنا عندنا ديما عندنا شراكة مع
أجهزة الأمن خاصة مع جهاز الشرطة، وإن كان اتفاقية ما بين الوزارة وزارة الشباب والرياضة ووزارة والمديرية العام للأمن الوطني اللي في الاتفاقية هذه اللي فيها بنود، وإن حنا نرافقهم في مثل هذه المنافسات الرياضية. رانا حاضرين هذه المقابلة، نتمنى إن شاء الله تكون مقابلة في القمة، ونتمنى الروح الرياضية والفوز للأحسن. وما زلنا نهائي تعيون الأربعاء اللي راح يجمع ما بين مصالح الشرطة لأمن ولاية سيدي بن عباس ومصالح الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني. احنا نقول لهم مرحبا بكم، أهلا وسهلا في مدينة سيدي بن عباس، ولكن فوق الميدان إن شاء الله راح يكون هدرة واحدة أخرى. شكرا رأسيها المدير الأمن الوطني ورأسيها كذلك مدير أمن ولاية تلمسان، ونشكر قاع السلطات المحلية والمدنية والأمنية اللي شاركت في هذا إنجاح هذه الدورة، ونشكر قاع الفريق المنهزم والفريق الفائز، والعقوبة إن شاء الله الوطني إن شاء الله. تنظيم كان في المحكمة، ونشكر كذلك الحكام بمنسى المجهودة تاعهم الجبارة في هذا اللقاء خاصة السخانة، ونشكر الزملاء اللي حضروا اللي ما حضروش، ونهدي هذا الفوز خاصة عندنا زميل تاعنا كان تحرر حادث مرور العام اللي فات فقد الذاكرة قاسمي عبد الصامد، الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله. إن شاء الله ولاية تلمسان العام الجاي إن شاء الله نمثلوا الغرب في الوطني أحسن تمثيل إن شاء الله، ونكونوا في حسن ظن المسؤولين تاعنا. ونشكر ثاني كذلك رئيس أمن الولاية النشاطات الاجتماعية والرياضات.